مرحبا وياكم مستدران علي. هذا الكريم اللي عندي اللي هو كريم السكينورين، وهواي من عندكم طلب اشرح لهم عن هذا الكريم. هذا الكريم اللي يحتوي على حمض الازيليك اسيد. هذا الكريم له وظائف عديده. هذا الكريم يعمل على تفتيح الاماكن الداكنه بالجسم، من ضمنها الاماكن الحساسه او منطقه الاكواع والركب. هذا الكريم يقلل من التصبغات الجلديه اللي تصير بالوجه والجسم. الاشخاص اللي عندهم كلف وبقع داكنه وايضا اثار حب الشباب او الورديه، هذا الكريم جدا مفيد لهم. يعني هذا الكريم له وظائف منقدر نلخصها بصوره سريعه، انه يفتح الاماكن الداكنه، يعمل على تقليل الكلف، يعمل على تقليل التصبغات، يعمل على تقليل البقع الداكنه، جدا مفيد الاثار حب الشباب. الاستعمال مال هذا الكريم لاكثر الاشخاص ما يعرفون استعماله ومن يستعملونه راح تحترق البشره مالتهم او تتاثر. هذا الاستعمال مالته مرتين صباحا ومساء، وإذا كانت البشرة حساسة نهائيا ما تستعمله، أو تقدر تستعمله مرة واحدة باليوم وتشوف إذا صار عنده حكه أو صار عنده أحمرار أو تهيج، تقطعه مباشرة. تمام، بس الاستعمال مالته الأصلي والحقيقي لجميع أنواع البشرة اللي هو مرتين صباحا ومساء، والبشرة الحساسة مثل ما قلت لكم مرة واحدة، وإذا صار تهيج للبشرة الحساسة يقطعونه مباشرة. وهذا الشكل مالته، وإن شاء الله يا رب الصحة وعافية وتحياتي لكم.